كانت مباراة سهلة وين الحمد لله حقنا الفوز في مباراة الذهاب وين دخلنا مباراة العودة باش نعودوا بنتيجة بثلاث نقاط. الحمد لله عدنا بنقطة التعادل اللي سمحت لنا باش نتأهلوا رسميا لكأس الأفريقية 2021 إن شاء الله. الحمد لله يا ما نقول لك وين المباراة ما كانت سهلة وين لعبناها والحمد لله كما يقول لك رجعنا بنتيجة إيجابية هذاك هو الصح والباس هذيك الحمد لله كما يقول لك واحد كان كونسونطري في الماتش تاعه والهدف تاع رياض كما يقول لك واحد غني على التعريف رياض محرز.